وصل بين شارك وفي الطريق والله وشق الجبال والخير يا صاحبي يبعد عليك الأجل والخير من عند ربك باتشله دبال ساهم وشارك بحق الله مهما حصل اليوم دنيا وبكره بيقول رحال في كل الأوقات كم من جد كم من بطل مشروعنا يا رجال الخير ما بجدال من يشتي الخير للصندوق توجه رسال وطريقنا يا رجال الخير حان العمل من كان يعمل لربه خير يلقى مثال مبارك الجيد والله مطرحة بالمبال القول قوله وما قال ينتهي بالفعال عايش بعزه وطيبه دائما ما يزال للخير مقدم وخيره وغيث وقت النزال فالخير يقدم وهذا من طبع الرجال والشكر مدبول يوصل قريتي والمحل يوصل لكم من بطل قد الحمل الثقال والختم صلي على المختار سيد الرسل المصطفى في هدانا من دروب الظلم كن بيصل تنشاركوا في الطريق والله وشق الجبال والخير يا صاحبي يبعد عليك الأجل والخير من عند ربك باتشله دبال ساهم وشارك بحق الله مهما حصل اليوم دنيا وبكره بيقول رحال في كل الأوقات كم من جد كم من بطل مشروعنا يا رجال الخير ما بجدال من يشتي الخير للصندوق توجه رسال وطريقنا يا رجال الخير حان العمل من كان يعمل لربه خير يلقى مثال مبارك الجيد والله مطرحة بالمبال القول قوله وما قال ينتهي بالفعال عايش بعزه وطيبه دائما ما يزال للخير مقدم وخيره وغيث وقت النزال فالخير يقدم وهذا من طبع الرجال والشكر مدبول يوصل قريتي والمحل يوصل لكم من بطل قد الحمل الثقال والختم صلي على المختار سيد الرسل المصطفى في عدانا من دروب الظلم